الفيفا الاتحاد الدولي ايضا الاتحاد الافريقي متابع للكره ممتازه وتدخل مميز من طرف الحارس. طرف الحارس، نعم حارس افريقيا الجنوبيه، الحديث هنا على ليمبي. المنافسات القاريه ولكن حقق بطوله كاس سيماك، البطولات التي تمتاز بها ايضا كره مباشره لصالح المنتخب، منتخب غينيا الاستوائيه، ومشت الكره عند المنتخب. كرة أمامية مباشرة عن حارس جمهورية أفريقيا الوسطى. اللقطة الفردية من المركز ممكن هذو الأشياء هذو ممكن يسجلوا على إثناء أهداف فقط. هو سويسري يملك خبرة في الملاعب الإنجليزية الجزائرية المغربية الكامبية وكذلك جمهورية أفريقيا. داخل منطقة الجزاء فرصة رأسية مميزة ولكن مباشرة صوب الحارس.